أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تعرف مرت فترة طويلة على تجمع المنتخب الوطني. اليوم احنا ببغداد، كادر التدريب أيضا موجود، نرحب به. إن شاء الله ربي نكون مستعدين لمباراة التجريبية اللي راح تقام في الإمارات، ومثل ما تعرف يعني اللاعبين كلهم جاهزين ومستعدين إن شاء الله يا رب. عودنا على التحديات، مباراتين وديتين، هل ستكون تحدي جديد لمحمد حميد؟ والله إن شاء الله يعني تحدي لكل لاعبين مو فقط إلي، لأنه أنا ما غايب عن المنتخب حتى يكون تحدي إلي. إن شاء الله أنا وجلال وفهد إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله نمثل العراق خير تمثيل، وسواء أنا أو جلال أو فهد أو أي حارس موجود يلعب يمثل الحراس ويمثل العراق، وإن شاء الله إن شاء الله راح نكون يعني على قدر المسؤولية. الله يسلمك.